الآن نشوف التشابه بين الفور كوادرنت اوبريشن كيف ينطبق على دي سي. Single phase supply. لاحظوا هذا الريكتيفاير كنترول ريكتيفاير هو هاف كنترول. هذا هاف كنترول ريكتيفاير. الهاف كنترول ريكتيفاير ما بيقدر يعطيك اوتبوت الا بوزيتيف فولتج. فما بيقدر يعطيك غير بوزيتيف. لذلك السبيد كمان بوزيتيف سبيد. بس هذه هاف كنترول. هذه هاف كنترول بيعملوا الاثنين دايركت بس. مش هاف ويف هي فول ويف هاف كنترول. ايوه ما انتبهتش انه فلو لما يكون عندي ريزيستيف لود بيكون عندي ريزيستيف لود او حتى لو يكون عندي اندكتيف لود بيكون عندي الارم بين هذا الشكل او هذا الارم الفا هي هاف كنترول. هذه لانها هاف كنترول ما بدها تعطيني الا بوزيتيف فولتج. بوزيتيف فولتج معناها بوزيتيف تورك. اذا عندي بس بوزيتيف تورك وبوزيتيف سبيكس لاي كوادرنت بقدر اشتغل اذا بس اذا هذا ما بقدر يعطيني اوبريشن الا بالكوادرنت فيري ريسكي. لو جينا على الحاله الثانيه بقدر استخدم فولي كنترول ريكتيفاير سواء سنجل فيز او ثري فيز. هذا هو فول كنترول. عندي فول كنترول ارتفاع عندي 6 اس دي ارز اتحكم بهذا الدي سي موتور. هلا هون هذا اللي هو الاندكتيف لود ممكن يعطيني بوزيتيف فولتج ممكن يعطيني نيجاتيف فولتج ممكن يعطيني ماني كونتر بوزيتيف سبيد. اذا هذا فولي كنترول ريكتيفاير ممكن يعطيني بوزيتيف فولتج او نيجاتيف فولتج وممكن يعطيني تبع الباقي بوزيتيف تورك او نيجاتيف تورك مع بوزيتيف سبيد. اذا صار يعطيني بوزيتيف تورك ونيجاتيف تورك معناها انا ممكن اشتغل هون بهذا الكوادرنت او بهذا الكوادرنت لانه سبيد بوزيتيف. سبيد بوزيتيف بهذا الاتجاه ممكن اشتغل في الكوادرنت الاول او الكوادرنت الرابع. فهذا بيعطيني تو كوادرنت اوبريشن يعني الكوادرنت الاول والكوادرنت الرابع.
نيجي للحالة الثالثة. الحالة الثالثة حقق بوزيتيف سبيد وعمل ريفرسال فول ريفرسال. بدي اعمل ديبليكيشن لهذا البريدج فبنعمله بنسميه هذا السيستم دبل بريدج. خلينا نشوف هون حتى يصير عندي فور كوادرنت اوبريشن. حتى يصير عندي فور كوادرنت اوبريشن لازم اقدر اني اعكس السبيد تبعت السيستم. وحتى اعمل هيك راح اخذ تو بريدجز دبل بريدج. هذا البريدج حيبقى اعطيه بوزيتيف هون ونيجاتيف هون. هذا البريدج حيعطيه بوزيتيف فولتج هون ونيجاتيف فولتج هون. وهذا هون يصير هلا هذا بسبب وجود تو بريدجز راح يسمح لي اني يصير عندي بوزيتيف سبيدز بوزيتيف فولتج وكمان نيجاتيف سبيد بوزيتيف فولتج ونيجاتيف فولتج. واحد كانت الاربعه كوادرنت اوبريشن دكتور دبل بريدج هذا